فاروق، في وجهة نظرك ايه السبب في الاداء السيء من قبل نادي الزمالك النهارده وهزيمته الثالثه في بطوله الدوري المصري الممتاز قدام غزل المحله 2-1؟ هو انا برضك يعني ممكن النهارده كنت عصبي شويه، لكن الاداء اللي بيأديه نادي الزمالك بقاله حوالي 4 5 مباريات مش ده نادي الزمالك، ومش دي كره نادي الزمالك، ولا دي امكانيات نادي الزمالك. امكانيات نادي الزمالك ان هو بيلعب عشان يكسب. احنا شايفين الفتره اللي فاتت في ال4 5 مباريات الزمالك الاهداف والكور اللي بتروح دي ما كانتش بتروح ابدا، يعني كلها كان في تركيز، كان اللعيبه بتقعد تقاتل، كان اللعيبه لما نفسها وبتبقى عندها شعار المكسب، يعني ادي سيف الجزيري مثلا هنا بيدافع وبيخلق من الدفاع هجمه مرتده ممكن نجيب منها هدف لزيزو. لكن عايز اتكلم على النادي في نقطه مهمه يا ابراهيم، وهي اهم حاجه. انا ممكن اجيب لعيبه كويسه جدا، واللعيبه الكويسه جدا دي ممكن في الانديه بتاعتها بتبقى مميزه. ايوه. لما تيجي نادي الزمالك او النادي كبير بتاخد وقت عشان تاخد طباع اللعيبه وتبقى تتاقلم مع اللعيبه، فبتاخد وقت اطول. هنا احنا شايفين اللعيبه دي احنا يعني عايزينها تخش في الجو ان الزمالك عنده احسن لعيبه في الفتره اللي فاتت، وكانت لعيبه كلها فورمه كويسه. لكن النهارده تحس لعيبه نادي الزمالك يعني مثلا كره زي دي هتشوف الخط الدفاع بتاع نادي الزمالك عنده مشكله من بدايه المباراه. ما فيش انك تلعب بثلاثه عشان يبقى في راس المثلث تحت الاثنين يغطي الاثنين يلعب على الاثنين المساكين. انت في كل طوال الماتش بص خط الدفاع ثلاثه على خط واحد، ودي انفراد. يعني لو عواد ده ما عندوش السرعه والمرونه والرشاقه على الكره زي دي بتعمل مشكله. صحيح. والهدفين جم من كده، ان انت بتلعب على خط واحد. نص الملعب ما فيش نظام في نص الملعب، يعني انت بتلعب رؤى بعد فتره طويله جدا مع عدم اللعب. هو لا فورمه ولا هو مهيئ فاروق ان هو يقدر، يعني اشرف فاروق مش مهيأ ان هو يقدر يبقى لعيب نص الملعب، لعيب ارتكاز تعتمد عليه. بص الكره جايه، بص الثلاثه المدافعين، بص عمر جابر بيتمشى ازاي، تشوف عبد الغني بيتمشى ازاي، حسام رايح ورا الراجل بعد ما استلم الكره والراجل خده في ظهره وحصل انفراد. هو ده كل دي، ما دي الاخطاء. بص ان ثانيه واحده نقف هنا عايزين بس نقف طب بس سؤال يا كابتن فاروق، انت النهارده وانت بتتفرج انت شايف ان المسؤوليه الاكبر بتقع في هزيمه اليوم على عاتق الجهاز الفني الراحل نمره واحد فيريرا ولا اللعيبه؟ نمره واحد فيريرا. بس انا بص هنا هنشوف دي مثل لطريقه اللعب. انت طريقه اللعب النهارده بتلعب ثلاثه، لازم الثلاثه دولت ما يشتغلوش على خط واحد، لازم يكون واحد بيغطي الاثنين المدافعين. هنا الكره هتتحط بسهوله جدا واللعيب جاي قاطع من جوه الملعب. بص قاطع مسافه قد ايه ومحدش بيلحقه، وانت عندك المساحات بين الثلاثه. يعني شوف اللعيبه مش فارقه معاها ان هي تقعد تقاتل او تروح تحط واحد يقاتل يحط جسمه قدام اللعيب ياخد اللعيب في ظهره. ايوه يا كابتن فاروق، ما هي دي النقطه اللي كنت بسال حضرتك عليها. دي انت شايف ان النقط اللي شبه كده دي بتاعت جهاز فني ولا طبعًا بتاعت لعيبه؟ لا بتاع الاثنين، بس هي الجهاز الفني اكتر، لان انا حفظ اللعيبه ان ما يلعبوش على خط واحد، والاهداف دايما بتيجي من اخطاء مدافعين. واكبر خطا المدافعين التمركز. بص انت شوف عبد الغني بيجري ازاي، بص الزناري رايح بيزحلق الكره، اللي هو كمل مع اللعيب مش هيقعد، بس اللعيب جاي بسرعه يمكن اكتر منه شويه، هو يكمل معاه في الكوره، هو بيروح هنا، هي الوقعه دي هي الهدف. خلاص مفيش الحريه بتاعته، حسام جاي متاخر، هي الاخطاء من المدافعين. ولكن الفرق الكبيره ما بيبقى فيها خطا لازم يبقى في حساب سواء من اللعيبه او من المدرب، لازم يحفظ اللعيبه. لكن انا عايز اقول حاجه عن مستر فيريرا. هو مدرب عظيم، مدرب كويس، وكلنا اشادنا بيه، وعمل نتائج مع نادي الزمالك كبيره جدا في الفتره اللي فاتت، دوري وكاس، وادى بشكل كويس. ادي كرة كويس جدا الكره اللي فاتت دي. بديك قد ايه اللعيبه. بص هنا، بص اللعيبه هنا، ده الجول الثاني بتاع المحل من بدايته. بص يا كابتن، بص الكره بتتحضر هنا، ولعيبه الزمالك 4 لعيبه على 4 لعيبه او 5 لعيبه. بص هنا الراجل بيستلم الكره، تحط جاي فاروق بيحط رؤى، ده بيحط رجله، بيتحط كره من بين رجله بالسهوله دي، وبعدين هنا المساحه الثلاثه بقى ال4 لعيبه واقفين على خط واحد، هم حاطط كره من بينهم. هنا عبد الغني بيخش لازم يضغط على الراجل عشان ما يخلوش يديله مساحه ان هو يحط الباص. الكره كمان لازم احط اخد اللعيب ده، شوف جاي اللي عليه السبوت ده جاي ما فيش رقابه خالص وجاي من نص الملعب، اما انا بلعب بثلاثه في نص الملعب عشان حد يقطع الكوره. هنا الزمالك يمكن احنا جات لنا حالات زي دي كتير قوي، لكن انت ما كنتش بتفكر، انت بتفكر عايز تشوط، ما بتفكرش في المهاره. الشوط من المهاره، لكن انت لازم يحصل اختراق للدفاع.
كره بص زي دي انا متهيألي دي كان اوف سايد، يعني دي كانت اوف سايد. حتى لو هو راح، حتى لو راح فيها انت رايح في التلت في المنطقه الخطر اللي ممكن تعمل فيها ضربه جزاء تخش على اللعيب. طب ما من بدري عطى اللعيب اخش على اللعيب وامنعه من الاستلام، امنعه من ان هو يمسك الكره يتحرك بيها. انا شايف النهارده زي ما بنتكلم على ان المدرب ليه دور في وضع الزمالك الحالي، برضك اللعيبه ليها دور. اللعيبه طبعا هي المفروض بتنفذ اللي بيقوله المدرب، لكن لو وصلت لمرحله ان اللعيبه ما تنفذش اللي بيقوله المدرب، هنا المشكله الكبيره. ما تلعبش في الفرقه، ما تلعبش في التشكيل، ولا تلعب في طريقه اللعب. هو ده المشكله اللي كانت قابلت نادي الزمالك في الفتره الاخيره في الخمس ماتشات. عشان كده كان النتائج بتاعت نادي الزمالك ما كانتش ايجابيه.